بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب الطلاب، إن شاء الله في هذا الدرس سنتناول الفصل الثالث، ألا وهو النموذج العلائق. طبعا هذا الدرس بيتكلم عن الجداول وكيف صفاتها والصفات الموجودة على الجدول، اللي هو أصبحنا نسمي الجدول باسم علاقة في الجانب النظري. للنموذج العلائقي عدة مبادئ، اللي هم الثلاثة هذول. واحد، يقوم النموذج العلائقي بتمثيل قواعد البيانات كمجموعة من العلاقات. إذا أصبح اسم الجدول هنا عندنا في الفصل هذا بنسميه علاقة. ليش؟ لأنه بيربط بين عدة أشياء اللي هم الصفات. النموذج العلائقي يتم استخدامه على نطاق كبير بسبب سهولته وبسبب وجود أساس رياضي له. طبعا احنا مش هنتطرق إلا بشكل بسيط للأساس الرياضي، وهو غير مطلوب، ولكن للتوضيح، كل جدول في النموذج يحتوي على مجموعة من الصفوف التي تمثل مجموعة من البيانات المترابطة. كل صف عندنا في الجدول أصبح اسمه تابل، وكل عمود الصف اللي هو الرو أصبح اسمه تابل، وكل عمود يمثل قيم صفة معينة بنسميه أتريبيوت. ده في عندنا تابل وأتريبيوت، وكل جدول أصبح اسمه علاقة لأنه هو عبارة عن علاقة بين صف وعمود. المدى هو وصف لنوع البيانات التي تتواجد في عمود معين، يعني كل اتريبيوت له مدى نوع البيانات. نشوف ايش معنى الكلام هذا. المدى هو مجموعة القيم الأولية التي لا تقبل التقسيم لوحدات أصغر منها في العلاقة التي تستخدم تلك القيم. لو احنا عندنا اسم الطالب كصفة أو أتريبيوت، ودرجة الطالب ورقم الهاتف في صف في سجل، خلينا نفهم من الكلام هذا. الاسم بنقول إنه الاسم لازم يكون طوله 10 حروف. إذا نوع البيانات الدومين اللي هنا، نوع البيانات اللي هو الداتا تايب تبعه 10 حروف، هو مجموعة الأسماء التي تحتوي على 10 حروف بحد أقصى وتمثل أسماء الأشخاص. الدرجة 3 أرقام، تمام، بحد اقصى، يعني ممكن رقم او ولا رقم او 3 ارقام. رقم الهاتف 7 ارقام. اذا نوع الدومين المدى بنسميه هنا حروف، وهنا ارقام صحيحه، وهنا ارقام، تمام. يحتوي تعريف كل بيان على نوع البيانات. الانواع البيانات المشهوره عندنا اما رقم او حرف او نص او تاريخ، وحجم البيان، وكذلك بعض الشروط المطلوبة. يعني في شروط على البيان هذا اللي موجود عندي اللي هو الدومين أو المدى. طبعا هذا بشكل سريع. لو جينا هذا الجدول اللي هو R بيحتوي على A1 اللي هي الاتريبيوت 1 اللي هو العمود الأول والعمود الثاني والعمود الثالث. طبعا هذا هو اسم الجدول اللي هو اسم العلاقة، والاي هذول هم الصفات، وكل صفة هي اسم لدور يقوم به مدى معين داخل العلاقة، يعني لازم يكون لها مدى. درجة الجدول أو درجة العلاقة تحدد بعدد الصفات المتواجدة. إذن درجة الجدول تحدد بعدد الأعمدة اللي موجودة فيه، تمام. إذن الصفة صارت عمود. نجيب مثال على الكلام هذا. الطلبة، الاسم، رقم التسجيل، الهاتف، العنوان، السن، المعدل. ايش اسم العلاقة؟ اسم العلاقة الطلبة. الصفات اللي هذه، الاسم ورقم التسجيل والهاتف وهكذا. كل صفة اسم لدور يقوم به مدى معين. العلاقة هو الاسم واسم الطالب. المعدل هو معدل التراكمي. درجة العلاقة اللي هي 6، 1 2 3 4 5 6. هنا
الصفات هي هنا، هذا اسم العلاقة وهذا التبل هي الصفوف. الشكل هذا بوضح الكلام هذا. طبعا هنا عبارة عن أرقام، وهنا أرقام صحيحة، وهنا نص، وهنا أرقام بالشكل هذا. طبعا أنت ممكن تحط عليها قيود محددة، وهنا إيه حروف أو نص. ملاحظات تسمى حالة البيانات في وضع معين مثل الشكل السابق، مثلا بحالة البيانات الحالة تغيرش. لو كان عندي هنا حالته فهذه حالة، لو ضفنا بيان جديد سجل جديد تتغير الحالة، لو حذفنا البيانات هذه تتغير من الجدول، تتغير من حالة إلى حالة ثانية عن طريق الإضافة أو الحذف أو التعديل. تمام، هذه الحالة تتغير من وقت لآخر حسب التعديلات التي تجرى على البيانات. لابد أن تتوافق البيانات داخل كل عمود مع المدى الذي يصف ذلك العمود. هنرجع لها شوية. القيم الغير معروفة والتي يرمز لها نال تمثل قيم غير معروفة إلى الآن أو قيم غير متواجدة. نرجع للجدول. إيش يعني نال؟ نال هي قيمة غير معروفة أو غير موجودة. يعني إيه هذا؟ ممكن هذا عبد الله يكون له رقم تليفون، لكن أنا ما بعرفش رقم التليفون، ما سجلته، أو ممكن هو ما يكونش عنده تليفون. بالنسبة للمدى ما بينفع تحط رقم التسجيل، طلع طوله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وفي دبل داش. ما بينفع تحط داخل الدبل داش أربع أرقام. إذا هذا المدى هو هذا. طبعا المدى للسن سنتين، ما بينفع تحط واحد عمره 100 سنة، وما بينفع تحط واحد عمره صفر. أنا بينفع تحط واحد عمره صفر، يعني ممكن ما يكونلوش، يعني ممكن تحطه نال ما تش عارف عمره قديش. لكن المعدل ما بينفع تحط واحد يكون 999، لازم تحط رقم وجنبه فاصلة. تمام، ماجد ما بينفع تحط أكثر من اسم، هنا اسم واحد. من خواص العلاقة أول شيء ترتيب الصفوف. ترتيب الصفوف لا يعتبر جزء من التعريف العلاقة، يعني مش مهم ترتيب الصفوف، ملوش أي اعتبار. ولا يوجد أفضلية معينة لترتيب الصفوف داخل العلاقة على ترتيب آخر، بل يتوقف ذلك على التطبيق المطلوب. يعني لو كنت حطيت طالب قبل طالب في الجدول ما بيأثرش. ولو احنا غيرنا الترتيب بكونش جدول جديد، هو نفس الجدول ولكن العناصر اللي داخله يختلف ترتيبه. نشوف الكلام هذا. لو احنا غيرنا سهيل بيانات وطلعناهم فوق ونزلنا سعيد تحت ما بتغير الترتيب، اذا الترتيب ملوش أهمية، الجدول هو نفسه ما بتغيرش. ترتيب القيم داخل الصفوف، ترتيب القيم داخل الصف مهمة ويجب أن يتم التعامل مع القيم داخل الصفوف على هذا النحو. كل قيمة داخل الصف هي قيمة أساسية، لابد وأن تتبع المدى الذي يعرف هذه القيم. لابد وأن يتم إدخال القيم والتعامل معها بنفس الترتيب المفروض وقت بناء العلاقة. يعني كيف؟ عند إدخال السجل هذا أنت بتدخل سعيد والأرقام والدمام والسن والرقم الثاني، ما بينفع تحط هذا بالأول وهذا بالثاني وتخربطهم. لازم عند التدخيل تدخلهم بنفس الترتيب اللي هم موجودين فيه في بناء الجدول. تمام، ترتيب الأعمدة مهم لكن ترتيب الصفوف مش مهم. القيود على النموذج العلائقي، طبعا في عندي قيود موجودة كثيرة. يتميز النموذج العلاقي لبناء قواعد البيانات بإمكانية وضع القيود على البيانات وكيفية التعامل معها، مما يتيح للمستخدم تعريف هذه القيود عند بناء المخطط. ثم تقوم نظم إدارة قواعد البيانات بتنفيذ هذه القيود على النموذج كلما تم التعامل معه، مما يضمن توافق البيانات في أي وقت مع المتطلبات التي يضعها المستخدم وقت البناء. نوضح الجملة هذه على شكل سريع. إذا في عندي اللي هو Database Management System، نظام إدارة قواعد البيانات، بتعاملش مباشرة مع البيانات، بتعامل مع حاجة بسموها ميتا داتا أو بيانات عن البيانات. الميتا داتا هذه داخلها بكون قيود على البيانات. كيف يعني قيود؟ زي قيد المدى.
زي قيد عدم التكرار، زي قيد طول النص، زي قيد طول رقم الهوية، زي قيد طول الاسم، زي قيد الدرجة، انه تبقاش فوق 100% او تحت الزيرو. هذه بسموها قيود على البيانات، بتعامل معها نظام إدارة قواعد البيانات. القيود عندي عدة أنواع، في قيود المدى وقيود المفتاح وقيود القيم غير متواجدة النال كونستريس وقيود التكامل اللي موجودة انتيتي انتجريتي كونستريس. أول حاجة أفهم إنه الثلاث قيود هذه اللي موجودة بتتم على جدول واحد، أما قيود التكامل بتتم بين جدولين. نيجي لقيود اللي هي التكامل المرجعي اللي بتتم بين جدولين، في قيود تكامل الكيان اللي بسموها Entity Integrity، وفي حاجة بسموها Referential Integrity. هذولا بدنا نحفظهم زي ما هم، نعيد عليهم: الدومين والكي والنال كونسترينس، Entity Integrity Constraints وReferential Integrity Constraints. هذا رقم 5 بين جدولين، الأربعة الأولانيين على نفس الجدول. قيد المدى انه لكل صفه، لكل عمود لابد ان يكون قيمه اساسيه لا تقبل التقسيم، وان تكون من المدى الذي يعرف هذه الصفه. يعني لو احنا قلنا اسم الطالب، تمام، لابد ان يكون حرفي ولا يزيد طوله عن الطول المعرف لهذه الصفه، ولا بد ان يكون اسم الشخص ليس مجموعة من الحروف متلاصقه موضح، وكذلك لا يمكن أن نقسم الاسم ونتعامل معه جزء بطريقة مباشرة. يعني ما ينفعش الاسم يبقى إيه مقسم، يعني كلمة أحمد أو كلمة عبد الله تحط عابد لحال والله لحال، ما بينفعش، لازم يكونوا كلمتين مع بعض، ما بينفعش تحط فيهم فراغات. هذا اللي بقصده في الكلام هذا، تمام. قيود المفتاح، بما انه العلاقه تم تعريفها على انها مجموعه بالرياضيات من الصفوف، ولما كانت عليه المجموعات له صفه اساسيه وهي عدم التكرار في المجموعه لمكوناتها هي وهي الصفوف، فلذلك لا يمكن ان نجد اكثر من صف يحتوي نفس جميع القيم المتواجده في الصف الاخر، وذلك لجميع الصفات. يعني بينفعش انه احنا نلاقي صف متكرر بكل القيم اللي موجوده عندنا، لازم نميز صف عن صف على أقلية في صفة واحدة، وهذا بسموه عدم التكرار. قيود المفتاح، أول قيد عندنا أنه بدنا نجيب صفات ما تتكررش في أكثر من صف. أول قيد بسموه سوبر كي، يعني عملاق، سوبر كي أو المفتاح الأكبر. شو هو سوبر كي؟ هو عبارة عن لابد أن يتوافر فيه هذا الشرط، قيمة المفتاح في أي صف لا يمكن أن تتواجد في صف آخر. يعني هنا إيش كتب لنا هو؟ التي واحد يعني التبل الصف الأول السوبر كي تبعه لا يساوي الصف الثاني للسوبر كي، تمام؟ بداية السوبر كي بناخد كل الصفات إنه هي عبارة عن كي، حيث إنه لا ما يوجدش عندي صفين متكررين، تمام؟ كي كل الصفات كي، لقيتها بانه سوبر كي هذا احنا في الاخر بدنا نطلع مفتاح واحد اللي هو بسموه المفتاح الاساسي برايمري كي. بس بدايه احنا عشان مش عارفين نطلع البرايمري كي بناخد كل الصفوف كسوبر كي. ايش كما بنقول؟ يمكن ان يحتوي سوبر كي، يمكن ان يحتوي على صفات زائده غير ضروريه للتعريف، ولذلك تم استخدام تعريف محدد للمفتاح كي، وهو عبارة عن أصغر الكي لحاله، أصغر مجموعة من الصفات يمكن أن تعرف أي صف بدون تكرار. إذا أنا بدي أخذ من السوبر كي كي. إيش الكي؟ مجموعة، أقل مجموعة أو أصغر مجموعة من الصفات اللي هي بتحتويش تكرار، تمام؟ لو أجينا هنا مفتاح رقم الطالب في الجامعة، هو الرقم لحاله هو عبارة عن كي، رقم الهوية كي، رقم الرخصة كي. لكن لو أنا عندي جدول الطالب كله، رقم الطالب واسم الطالب وعنوان الطالب وإيميل الطالب، فأنا ممكن أقول عندي
كلهم مع بعض كي ما بتكرروش، ممنوع نلاقي طلاب كلهم بتكرروا، يعني ممنوع الاقي اسم الطالب احمد، التخصص حاسوب، العنوان فلسطين، ممنوع الاقي احمد حاسوب فلسطين في نفس الجدول. تمام؟ فرقم الطالب واحد احمد حاسوب فلسطين، بنلاقيش واحد احمد حاسوب فلسطين، ممكن نلاقي اثنين احمد حاسوب فلسطين. في هذه الحاله اختلف الصف الاول عن الصف الثاني عن طريق رقم الطالب، فاصبح رقم الطالب عندي كي. هنا ايش بقول عندي؟ ممكن ان تحتوي العلاقه على عده مفاتيح، كما في المثال التالي الذي يحتوي على رقم الرخصة أو رقم المسلسل أو لموتور السيارة كمفتاح، يعني ممكن رقم الرخصة أو رقم الموتور. تسمى هذه المفاتيح بالمفاتيح المؤهلة Candidate Key. المفتاح الأساسي تعريفه هو أحد المفاتيح المؤهلة، وهو المفتاح الذي يتم اختياره ليمثل المفتاح الرئيسي للعلاقة Primary Key. المفتاح الرئيسي يلعب دور مهم جدا في العلاقات، ويجب تحديده بدقة والتأكد أنه لا يمكن أن يتكرر تحت أي ظرف لأكثر من صف. إذن إحنا بدينا مع بعض، بدينا عندنا نبدأ هنا، قلنا سوبر كي هو عبارة عن كل الأعمدة، طلعنا من السوبر كي كي، تمام؟ بعدين الكي هذا طلع عندي حاجة بسموها كانديديت كي، مؤهلة أنها تبقى إيش؟ برايمري كي. طب ايش البرايمري كي؟ هو عبارة عن المفتاح الاساسي. ايش المفتاح الاساسي؟ هو اللي بيمنع التكرار. المفتاح الاساسي من صفاته انه بتكررش تحت اي ظرف ولا يحتوي قيمة فارغة. دير بالك من النقطة هذه. الكانديديت كي ممكن يحتوي قيمة فارغة. تمام؟ نيجي هنا نشوف الكلام اللي شرحناه بالتفصيل. لو عندي جدول المقررات، رقم المقرر، اسم المقرر، اسم الدبلوم، المستوى، عدد الساعات، بدنا نطلع سوبر كي، مفتاح عملاق، مين بناخدهم؟ كلهم. طيب بدنا نطلع حلقتها كانديديت كي. أنا بقول كانديديت كي هذا رقم المقرر ممكن ما يتكررش. ممكن واحد يقول اسم المقرر بتكررش، فممكن يكون هذا كانديديت كي وهذا كانديديت كي، يعني ممكن يكون هذا مقترح لمفتاح أساسي وهذا ممكن يكون مفتاح مؤهل، وهذا مقترح أو مؤهل، أنا مفتاح مقترح أو مؤهل وهذا مفتاح مقترح أو مؤهل. لكن بلاحظ اسم المقرر لو انا عبيت بياناتها ممكن المقررات تبقى ايه متشابهه وممكن ملوش اسم. تمام؟ فانا ما اقدرش اني اخذ اسم المقرر او اسم الدبلوم، فاخذت انا رقم المقرر كمفتاح اساسي هنا، وكذلك بالنسبه للطلبه. رقم الطالب والاسم واسم الاب واسم العائله والهاتف والمدينه اخذته كمفتاح عملاق. فايش بدي اقيس مين المفتاح المؤهل؟ فقلت انا ممكن اخذ اسم الطالب او الاسم الاول ورقم الطالب. لو عندي ادخال البيانات ممكن الاقي كل الطلاب اسمهم محمد عليه الصلاه والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد وال محمد. تمام؟ رقم الطالب هنا ممكن ايش يكون عندي؟ ممكن يبقى عندي مفتاح مؤهل، وممكن برضه في نفس الوقت هو نختاره انه يكون مفتاح اساسي كبرايمري، لانه رقم الطالب ما بتكرر تحت اي ظرف. ورقم الطالب لا يحتوي قيمه فارغه. نل. التسجيل رقم الطالب ورقم المقرر والعام الأكاديمي. رقم الطالب في التسجيل ممكن الطالب يسجل أكثر من نصاب أو أكثر من مقرر. رقم المقرر ممكن يتكرر، إنه أنا ألاقي إنه أنا أخذت رقم المقرر في الجدول التسجيل، لو أخذت رقم الطالب لحاله ما بينفع كمفتاح مؤهل إنه يكون مفتاح أساسي. ورقم المقرر ما بينفع أخذه لأنه ممكن المقرر يسجله أكثر من طالب، بتكرر الكلام هذا. لكن الطالب الواحد مش ممكن يسجل نفس المقرر في نفس العام الأكاديمي أكثر من مرة، صح ولا لا؟ والطالب الواحد مش ممكن يسجل المقرر مرة ثانية إلا في حالة أنه رسب فيها، يعني واخذناه في عين الاعتبار، لكن إحنا ناخذ أنه هو ما رسبش فيها، فأخذنا رقم الطالب مع رقم المقرر كمفتاح أساسي لجدول التسجيل.
تمام، وبشرط انه ممنوع واحدة من القيم هذول التنتين تكون تاخد قيمة فارغة. في حالة انه انا المفتاح الاساسي مركب بتكون من رقم الطالب ورقم المقرر، ندير بالنا على النقطة هذه. لكن بينفع هنا يتكرر وهنا يتكرر، يعني هنا يتكرر يكون رقم الطالب لانه الطالب ممكن يسجل اكثر من مادة. طلع عندي هان، هذا برضو ممكن يكون عندي برايمري كي، لكن لو لاحظنا هنا بتكرر نجرب هنا A6 في A6 لا، لكن رقم الرخصة ما بتكررش، ما بتكررش رقم الرخصة. إذا أنا أخذت رقم الرخصة ممكن أنا أخذ برضو رقم مسلسل الموتور كبرايمري كي، ممكن أخذهم الاثنين مع بعض كبرايمري كي. أنت لك الحرية في الاختيار، لكن تأكد انه رقم المسلسل هذا انه لا ياخذ قيمه فارغه ولا يتكرر تحت اي ظرف في الصفوف، تمام. وهذا اكثر من مفتاح عندنا. بالنسبه للنال كونسترينس، قيود القيم الغير متواجده، يمكن ان نستخدم خاصيه قيم مطلوبه. يعني احنا لو قيمه مطلوبه انه معناها القيمه لا تحتوي على نال فاليو، وهنا في الحاله هذه نظم اداره قواعد البيانات بتسمحش لك تدخل قيمه فارغه. زي كيف اسم الطالب، ما بنفع نسجل طالب عندنا في الجامعه بدون اسم، يجب على المسجل يسجل اسمه. رقم الطالب ما بيحتويش نال، اسم العائله لا يحتوي نال، لكن الهاتف ممكن ما يكونش عنده هاتف، ممكن ما يكونش عنده ايميل، تمام، الايميل او البريد الالكتروني. هذه النقطه ندير بالنا منها. قيود الكيان Ended Integrity، قيد الكيان، احنا اول اشي عارفين انه كل كيان عندي او كل جدول يجب انه يكون له مفتاح. بيقول لك المفتاح الاساسي هذا او الصفة المفتاح، يعني انها لا يمكن ان تكون غير معروفة في اي وقت، ولا يلزم ان تقوم بوضع شرط غير معروف عليها. بنفعش تاخد نل، وقلنا انه ما بنفع المفتاح الاساسي يبقى له نل وممنوع يتكرر. لو انت حطيت له نال معناها انه تحت انت حتكرره، تمام. وهذا مهم جدا لانه هذا القيد ما ينفعش ياخذ نال، سبب عدم وجود نال لانه هذا القيد قيد تكامل، يعني ان الكيان متكامل في اي وقت، وان نظم اداره قواعد البيانات تتحقق من هذا الشرط على الدوام. يعني لو انت حطيت اي جدول حطيت فيه صفه او عمود انه يبقى مفتاح اساسي، اوتوماتيك بروح النظام اللي هو الداتا بيز مانجمنت سيستم بحط انه عليه قيد نوت نال، انه ممنوع ياخذ قيمه نال. بالنسبه للتكامل المرجعي، هو هذا بيكون بين جدولين علاقتين، تستخدم هذه القيود للحفاظ على التوافق بين البيانات المتواجده في الجدولين. كيف يعني توافق؟ هلقيت بنشوف الكلام هذا توضيح. هذه القيود تعني الآتي: الصف الموجود في علاقة معينة عندما يرتبط أو يشير إلى علاقة أخرى لابد أن يشير لصف موجود في هذه العلاقة. طبعا كيف الكلام هذا تكامل مرجعي؟ على سبيل المثال عندي أنا موظفين وعندي دوائر، فأنا عندي أول شيء بحط أرقام الدوائر. افترض أنه عندي الدوائر 10 و 20 و 30، فأنا عندما أجي أحط موظف فأنا بدي أدخل رقم الدائرة اللي هو تابع إلها. في هذه الحالة لازم يكون رقم الدائرة من ضمن الثلاث أرقام للدوائر اللي موجودة عندي، وإلا ما بيقبلوا. وبقول لك في هيك حالة نظم إدارة قواعد البيانات بقول لك التكامل المرجعي غير موجود، يعني ما بينفع تحط موظف في دائرة غير موجودة عندك من الأساس. كيف بيعملوها هذه قيود التكامل المرجعي؟ عن طريق حاجه بسموها فورين كي، مفتاح اجنبي. اذا احنا اول شيء تعرفنا على برايمري كي، اليوم نتعرف على حاجه بسموها فورين كي. والفورين كي هذا يستخدم مع البرايمري كي لتحديد وتعريف التكامل المرجعي. شو هو الفورين كي؟ هو عباره عن عمود في جدول اصله مفتاح اساسي في جدول ثاني، تمام. من صفات الفورين كي انه لازم يكون
أصله موجود. ومن صفات الفورين كي إنه ممكن يحتوي على قيمة فارغة، وممكن بياناته تتكرر، ولكن هو يستخدم في عملية القيد المرجعي وتكامل إيش البيانات. نيجي هنا تعريفه، هو صفة أو مجموعة من الصفات مهمة جدا. أنا قلت صفة يعني ممكن تبقى أكثر من حاجة فورين كي في علاقة معينة مثلا، بحيث تشير إلى علاقة R2 لو تحقق الشروط التالية. الصفات المكونة للمفتاح الأجنبي لابد أن يكون لها نفس المدى المفتاح الرئيسي، لازم تكون هي لأنه المفتاح الأجنبي أصله مفتاح رئيسي فبيبقى من نفس النوع. القيمة في المفتاح الأجنبي في أي حالة من حالات العلاقتين لابد وأن يشير لصف موجود، وأن تكون قيمة الصف المفتاح الأجنبي غير معرفة null. يعني يا إما بيبقى الصف هذا اللي أنت بدك تضيفه، يعني يا إما بتضيف، نرجع لمثال الموظف والدوائر. لو إحنا عندنا ثلاث دوائر 10 20 30، جيت أضيف موظف يجب أن أضيفه في إحدى الدوائر هذول، يا إما 10 20 يا إما 30، ما بينفع 40 لأن 40 الدائرة غير موجودة عندي. لكن بينفع تسكن موظف، توظف موظف غير تابع لدائرة. فبصير هنا المفتاح الأجنبي عند الموظف رقم الدائرة يحتوي على نول فاليو. يعني يا إما بتحط الفورين كي بيساوي قيمة البرايمري كي اللي جاي منه، أو بتحط قيمة نول. هذا معناها بالمصطلح هذا. المفتاح الأجنبي يرسم على مخطط البيانات عن طريق سهم يخرج من المفتاح الأجنبي وينتهي عند المفتاح الرئيسي. نرجع للكلام هذا بشكل أمثلة. طلع معي هذه الجداول اللي موجودة عندك وسميناها علاقات. العلاقة الموظفين، الأقسام، المشاريع، يعمل والعائلة. طبعا هنا عندي مفتاح أساسي، وهذا كل اللي تحتيه خطه عبارة عن مفتاح أساسي، وهذول الاثنين مع بعض بمثلوا مفتاح أساسي، واسم التابع ورقم الموظف بمثلوا مفتاح أساسي. لو جينا لرقم القسم اللي هنا عبارة عن مفتاح أجنبي، أصله وين؟ أصله مفتاح أساسي جاي من هنا من الأقسام، ورقم القسم أصله جاي من هنا، رقم المشروع من هنا موجود، رقم الموظف جاي من جدول الموظفين، رقم المشروع جاي من المشاريع. العائلة تعتمد على رقم الموظف واسم التابع. إذا رقم الموظف بنجيبه من فوق، كيف بنرسمهم؟ بالشكل هذا. شايف كيف؟ إنه صار عندي هذا أصله هين، وهذا بسموه مخطط البيانات بعد تعريف قيود التكامل. تمام؟ إذا أنا لو أول شيء حددت المفتاح وقلت انه هذا عندي برايمري كي او مفتاح اساسي، بعدين حددت المفتاح الاجنبي. تمام. بالنسبه للمثال هذا لو احنا بدنا الطالب مقرر ويسجل، بنلاحظ انه هذا مفتاح اساسي، رقم المقرر مفتاح اساسي، ورقم الطالب مع الرقم المقرر مفتاح اساسي، فبنعمل سهم من هذا الى هذا، وبنعمل سهم من هذا الى هذا، بيكون شكل المخطط للسكيما هذا او مخطط البيانات الموجود عندي. طلع كيف بشكل هذا حددنا المفاتيح، فاحنا بنعمل تكامل مرجع. تسجيل مبيعات المطلوب هو تحديد شكل مخطط البيانات موضحا عليه المفتاح الرئيسي لكل علاقه وكذلك المفتاح الاجنبي. المنتج نختار مفتاح رئيسي، مين نختار مفتاح رئيسي؟ رقم المنتج. العميل دائما لاحظ انه رقم بتاخذ كمفتاح اساسي، العميل رقم العميل، البائع رقم البائع، الفاتوره رقم الفاتوره، ورقم المنتج ورقم العميل ورقم البائع والتاريخ. مين ناخذ هان؟ هذه عباره رقم الفاتوره جايه من وين؟ هي مفتاح اساسي لهذا. رقم المنتج جاي من هنا وعباره عن مفتاح اجنبي. رقم العميل مفتاح أجنبي جاي من جدول العميل. رقم البائع هو عبارة عن مفتاح أجنبي. فبصير عند تكامل البيانات بالشكل هذا. احنا حددنا المفاتيح المفتاح البرايمري كي، بعدين حددنا مين الفورين كي لكل واحد. طبعا هنا البرايمري كي هنا زي ما هو اخترنا هذا رقم الفاتورة، لكن هم هنا عبارة عن فورين كي. بنفس الشيء
الكتاب والمستعير والاستعارة. لاحظ انه احنا هنا بدنا نقترح اللي هو البرايمري كي المفتاح الرئيسي والمفتاح الاجنبي الفورين كي. فهنا في العلاقة هذه اخذنا رقم الكتاب، بعدين في المستعير اخذنا رقم المستعير كمفتاح اساسي، في الاستعارة اخذناهم الثلاثة، رقم الكتاب ورقم المستعير وتاريخ الاستعارة. طب ليش؟ لانه ممكن المستعير يستعير الكتاب اكثر من مرة لكن مش بنفس اليوم، تمام؟ مش بنفس اليوم، فعشان هيك حطينا معاهم التاريخ عشان بتصير مفتاح اساسي. طبعا التكامل المرجعي، رقم الكتاب بيرجع لجدول الكتاب، ورقم المستعير بيرجع لرقم المستعير اللي هو في جدول المستعير، تاريخ الاستعاره مالوش تكامل مرجعي. طبعا هذه كلها امثله يعني توضح الكلام هذا، جبنا اكثر من مثال عليهم، بتمنى انه الطلاب تمر عليهم بشكل مكثف عشان تعلم استخراج اللي هو التكامل المرجعي والمفاتيح الاساسيه لكل جدول بشكل سريع. طبعا في اخر مثال هذا، طبعا لو لاحظ شركة الطيران رقم الشركة، الرحلة رقم الرحلة، المسافر اخذنا رقم المسافر، وهنا بنرسم التكامل الحجز رقم الحجز اللي موجود. فلاحظ انه هذول برجعوا عندي تكامل مرجع بالشكل هذا، كل واحد برجع له بسهم هيك بنطلق من عند الفورين كي وبرجع لمين؟ للمفتاح الرئيسي اللي هو جاي منه. طبعا هذه الامثله كثيره، انا حبيت احطها على حسب انه الطالب يعني ايش يصير عنده ليونه او مرونه في التعامل في استخراج المفتاح الاساسي وتحديد المفتاح المرجعي لكل كيان. هذا وبالله التوفيق، وهنا بنكون احنا ختمنا اللي هو الفصل الثالث في المساق. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.